لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فكرة إن أنت يبقى عندك حاجة مختومة مضمونة محكمة كويس جدا جدا جدا، تخزنها من دلوقتي ولما تحتاجها تلاقيها، وما بالك لو كان الاحتياج ده يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم القيامة الواقعة الصاخة، يوم التناد الكل بيصرخ الكل بينادي، تفاجأ بحاجات انت كنت شايلها بجد مش محبطة، ولا حاجات مبطولة ولا حاجات خسرتها، لا حاجات مضمونة بجد. أقرأ الحديث وأقولك الحكاية. عن أبي سعيد الخدري فيما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مش أشهد أن لا إله إلا أنت، لا، نص الحديث لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يبقى المطلوب من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. الحسنة بتاعتك دي تكتب ويتحط عليها ختم مقفول. العلماء قالوا إيه؟ لا يتطرق إليه إبطال ولا إحباط، حاجة مقفولة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلم يكسر إلى يوم القيامة دليل على شدة الإحكام، محفوظ محطوط عليها ختم. طيب هضرب مثال، يبقى الحسنة دي هتبقى محفوظة ليك يوم القيامة، محطوط عليها ختم لا تكسر إلا يوم القيامة. هنقول إن حضرتك سمعت الحديث ده، بدأت تطبقه، عشت 20 سنة، 20 سنة في 365 يوم، يعني 7300 يوم. هتتوضأ هنقول 5 مرات، يعني 5 مرات في 7300، يعني حوالي 36500 رق مطبوع بطابع. حضرتك متخيل ان انت يبقى عندك 36500 حاجة متخزنة بتاعتك، مقفولة محطوط عليها طابع، مغلقة محكمة، لا تفتح، لا يطلع عليها ملك ولا يطلع عليها أحد فيبطلها. مبطلات الأعمال من الآيات التأسيسية في سورة محمد، قول الرب جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. مصيبة، الرب جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة. فمطالب أن أنت تيجي بالحسنة، للأسف أنت ممكن تعمل حسنة بس يبطلها من؟ يبطلها أذى، يبطلها رياء، يبطلها عجب. ولكن حديث أبي سعيد الخدري بيقول لك الموضوع مضمون بإذن الله. جهز حاجتك من دلوقتي وشوف هتنقل نفسك نقلات نوعية يوم القيامة بأن أنت تجهز كام رق مطبوع تجهزه يوم القيامة فعلا يسيرة ولكنها مقدرة. لو أن لعمري ميزانا ما المكيال.